كفتة داوود باشا. معانا نص كيلو من اللحمة الحمراء، إلى حد ما بتكون حمراء، نسبة الدسم فيها 10-15%. أوكي. بصلة مفرومة ناعم، بقسماط مطحون ده اختياري إذا حابين تحطوه علشان تضمنوا أكتر إن الكفتة ماسكة مفيش مشكلة. مش دايما بحطه بس هحطه نظرا لأن في ناس كتير بتحب إنها تضيف البقسماط المطحون، وبيدي لون لذيذ برضو. عندي 7 بهارات: بابريكا، ملح، فلفل اسود، كزبره جافه وكمون وبقدونس مفروم. اقدر اشيل ايه؟ اقدر اشيل ال7 بهارات، اقدر اشيل البابريكا، لكن خلينا دايما عندنا الكمون، عندنا الكزبره، ودي المكونات الرئيسيه بالنسبه لي فيها. البقدونس لطيف قوي، لو مش حابين تحطوه برده مفيش مشكله، بس بالنسبه لي هيبقى لطيف جدا، بيدي طعم ونكهه تحفه للصوص. حتى لما بننزل الكفته بقى في الصوص بيدي نكهه حلوه جدا. عندنا الصوص هنحتاج له بصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، 3 كوب من عصير الطماطم او 2 كوبايات، يعني من 2 لـ3 كوبايات على حسب طبعا كميه الكفته اللي هتعمليها. محتاجه 2 معلقة من الصلصه، معلقه صغيره سكر وزبده وزيت وملح وفلفل اسود، فلفل حراق طبعا اختياري، كزبره جافه وكمون. يلا بينا. اول حاجه هعملها ايه؟ اقدر استخدم الكبه في انها تلفلي الكفته كلها كده مع بعضها، واقدر استخدم ايدي. الكفته لما بنحطها في الكبه الحقيقه انها بتطلع عرق لطيف، خصوصا مع الكفته اللي هي داوود باشا او الميت بولز، اي ميت بولز لما بعملها في الكبه بتطلع العرق ده، فبتبقى لذيذه جدا وناعمه جدا وهي واحنا بنعملها كور. فخلينا نحطها في الكبه، ما عندناش كبه بنستخدم ايدينا عادي جدا. يلا بينا. شو اوسخ الجلوفز من اول حاجه كده، وعايزه اطمن ان ده مش مفتوح عليه. اوكي. هي دي الكفته او اللحمه المفرومه. ما بتاخدش مننا بصل كتير، نقدر نضيف كمان توم اذا حابين تحطوا توم مع الكفته مفيش مشكله. وادي شويه البقسماط. كميه اللحمه عندي مش كبيره فمش هزود البقسماط قوي. وعندي هنا البقدونس، ناخد كل بهاراتنا نحطها. الكمون والكزبره ضروري زي ما بقول لكم، من الحاجات الضروريه، بيدوا نكهه شرقي كده لذيذه جدا للكفته. انا مش من هواة البهارات الكتير انتوا عارفين، بس احب اضيفهم في الوقت المناسب. وادي البابريكا اللي برضو بتدي لون لذيذ بدل ما تحطوا صلصه يعني، واحنا لسه هنحطها في صلصه. ورشه من الفلفل الاسود مع الملح. ما نملحش قوي علشان هنملح الصوص. تقدروا تضيفوا برضو على الصوص نفسه مرقة، ودي اختياري وترجع لكم. انا مش هحط النهاردة مرقة، بس اذا حابين تحطوا مكعب مرقة او نص مكعب مرقة برضو بيدي طعم لذيذ. خلطت كويس جدا واخدت لون حلو جدا جدا. تعالوا بقى نشيلها كلها من هنا. ادي كميه الكفته كلها في صينيه عشان هدخلها الفرن. لو حابين تسووا على النار مفيش مشكله، بس بالنسبه لي الفرن هيكون افضل كتير، يكون سخن على الاخر، علوا الفرن على الاخر خالص، ودهنوا كده الصينيه سمنه
عشان تتحمر كويس، ونبتدي نعمل الكور. بصوا بقى بيبقى سهل جدا تشكيل الكور، وبتكون ناعمة معانا ولطيفة ازاي اهي. فبالنسبة لي لطيفة جدا عشان عملناها في الكب، طلعت العرق وسهل قوي ان انا اكون الكور بسهولة. نقدر نستخدم الايس كريم سكوب، معلقة الايس كريم، اذا عايزين نعمل كل كورة زي التانية فنقيس كده كورة كورة، او بالويم كده زي ما احنا بنشتغل دايما في البيت، وبيطلعوا يعني الى حد ما شبه بعض برضه، مش لازم قوي يبقوا كل كورة زي بعض، وخصوصا في قد بعض يعني في الصوص، بس ما يبقوش بقى واحدة صغيرة قوي واحدة كبيرة قوي يعني، فنحاول نظبط ايدينا كده وخلاص عشان ما تتعبيش نفسك. زيت على النار علشان عايزة احمر البطاطس، وقربت اخلص الكفتة اهو، بس يعني لازم نعمل الكمية كلها فمش هنسيب حاجة. احنا قربنا نخلص وهحمر البطاطس اللي هنحطها. لو في حد تاني حابب انه ما يحمرش البطاطس مفيش مشكلة، بس هنسوي كده البطاطس الاول في الصوص اللي هنعمله، وبعدين نبقى نحط بقى الكفتة. فخدوا بالكم من النقطة دي بس عشان ما نحطش البطاطس في الاخر وتبقى ما استويتش والكفتة مستوية. فالبطاطس الاول تاخد سواها، وبعدين نبقى نحط الكفتة عادي جدا. احنا الكفتة هنسويها الاول في الفرن، الفرن عندي حامي، البطاطس مقلية، الصوص هعمله دلوقتي ما بياخدش وقت خالص، وبعدين لما كل حاجة تستوي هطبق كل حاجة على بعضها. وكده يبقى عملنا الداود باشا بمنتهى البساطة، يعني هي سهلة وبسيطة ولطيفة. نقدر نسوي على النار إذا حابين، زي ما بقول لكم تاخدوا الكفتة كده في طاسة تكون ما بتلزقش وتسووها على النار، مفيش أي مشكلة. اخر كفتيتين اهم، واحده تلات صغيره واحده تلات كبيره، كله هيكش بس ايه يعني الى حد ما هيكونوا برضو شبه بعض. يلا بينا هنحطها في الفرن. الفرن بقى الاقرب لتحت، يعني هنحطها في الفرن الأقرب لتحت، نحط الشبكة أقرب للصاج، نقفل ونحط البطاطس على النار. وعايزين نطلع فاصل صح؟ حاضر، هحط بس البطاطس عشان إيه يرجعوا يلاقوني حطيت البطاطس. بسم الله. نحط شوية الصلصة مع الفلفل مع الكمون والكزبرة والملح والفلفل الأسود، نزود شوية مية ونسيبها تغلي شوية بالشكل ده كده. يومي مع البطاطس كده اهو، نقلب تقلبتين نسيبها على النار تبقبق كده ثواني، ونعمل كده نديها شوية مية برضو عشان هتتقل معانا. داود باشا بالبطاطس المحمرة جنب الرز بالشعرية، مفيش أحلى من كده. وأكيد لو إحنا عايزين إيه يعني عاملين مثلا الطبق ده في عزومة، عايزين نقدمه بشكل لطيف وعندنا شوية لوز،
او شويه مكسرات تبقى حاجه لذيذه. ما عندناش احنا طول عمرنا بناكل داوود باشا من غير اي زينه، بس الكفته مع البطاطس بتكون لذيذه جدا لو حطينا لها كده تاتش بيقرمش. فهحط لها شويه لوز محمرين، وهحط كمان تاتش بقدونس. مش عايزه اكتر بس البقدونس عشان ايه اللوز يبان.